في المجال الفن التشكيلي معنا عبد الكبير بوحتوري، هو فنان ما كينتميش لواحد المدرسه معينه. اليوم غادي نتعرفوا معاه على تقنيه الغوسيكلاج وايضا على طريقه الاشتغال ديالو. غادي نخليكم دابا تعرفوا وتكتشفوا عبد الكبير بوحتوري. السلام عليكم، معكم عبد الكبير بوحتوري، فنان تشكيلي استاذ ماده الرياضيات. ترحب بكم في لاتولي ديالو. مرحبا بكم. رغم حدث تجربه فنون تشكيليه في المغرب، فان تجربه رائده سواء في العالم العربي أو بالنسبة للمستوى العالمي، لأن تنتوفروا على طاقات مهمة بزاف، وعندها تجارب أش نقولوا رائعة جدا، أي غنات هذا الميدان بزاف. ولدت لأكون فنانا تشكيليا، ليس لدي أي لغة أخرى إلا اللون والشكل والحركة وكل ما يتعلق بهذا الميدان، فلغتي الوحيدة هي الصباغة والمواد التي أستعمل لكي أخترق الآخر ولكي يستوعب التجربة ديالي. البداية تجربتي كانت بموضوع موضوع الصدع، والعنوان ديال المريض كان هو توهج الصدع. من بعد انطلقت المرحلة الثانية اللي كان أي نقطة العبور إلى موضوع آخر اللي هو الجسد، وجسد المرأة خاصة جسد المرأة خاصة، لأننا تنشوف بأن موضوع غني جدا، فيه كثير من الدلالات وفيه تعابير أخرى، ثانيا عنده ارتباط بالأرض بالوطن إلى آخره. الوقت اللي اشتغلت على مدن الصفيح اي تعلمت اشياء كثيره، منها لان بما ان مدن الصفيح تتوجد ديما حدا مراكز القمامه، اذا وليت نشتغل على المواد اللي تترمق تعاود نعطيوها روح اخرى، تنحيو شي حاجه اللي ماتت وتعطي واحد الجماليه واحد الابداع ورونق في اللوحه. Lost and found the second time around. Was for me, now I see. Would not waste a moment on a midnight. أنا الآن بصدد تجربة جديدة، تنحاول ما أمكن الاستغناء عن الألوان واستعمال فقط الألوان المحايدة، وتنوعد عشاق هذا الميدان أنا غتكون إن شاء الله شي تجربة متميزة.